السلام عليكم. اليوم غادي نهضر اخوتي لان بعت منه لي كونتيتي اللي كانوا عندي فما بقاش عندي. غادي نحاول ندوماندي الفيزيون ايدج. شي خوت كيسولوني على الفرق اللي كاين ما بين الفيزيون ايدج وما بين مثلا ستار سات، مثلا اكس واحد اكستريم او اكس جوج او الاكس كات او اكس سبعة. فالفرق اللي كاين هذا فيه الاندرويد سبعة، الاخرين فيهم الاندرويد 9 والاندرويد 8، هذا هو الفرق. اما بالنسبه مثلا الهاردوير نفس المعالج نفس الرام تقريبا، شكون اللي ناقص عليهم وهابط في الثمن هو الاكس واحد، الاكس واحد اكستريم ناقص عليهم في الرام، هو 3 جيجا وهذو 4 جيجا، 4 جيجا في الرام. فيزيون ايدج الاكس جوج الاكس 4 الاكس 7 2 جيجا 4 جيجا في الرام 4 جيجا في الرام، هذا ناقص غير بالاندرويد، هذا فيه الاندرويد 7. جوج ديال اللانشرات اللي حطوا فيه. بالنسبه للناس اللي كتسول على اللانشرات ديال الاكس 1 والاكس 2 والاكس 4 والاكس 7، فاللانشرات جايه بطبيعه الحال جايه. نقصوا شويه الصوت. فين وصلت باش ما نتخربقش؟ فوصلت في وصلت فاش نفس السيرفر الفوريفر برو اللي كاين في هذا كاين في هادو، يعني اللي كاين في ستار سات. بالنسبه للانشرات قلت ديال الاكس ا والاكس جوج والاكس 4 والاكس 7، فاللانشرات عليها خدمه، يعني كاينه خدمه، يعني باش يجيو يخدموا داك الشيء في 3 ايام 4 ايام راه ما يمكنش، وتا شهر راه ما كافيش. يعني الخدمه ديال اللانشرات على الاقل خصهم يوجدوا ثلاثه ويتيستيوهم يجربوهم، لان هذه الخدمه داخله في الخدمه ديال السوفتوير. فالسوفتوير فاش خصو يخرج خصو اولا يتعامل مع السيرفر، خصو اولا يتعامل مع الاحتياجات ديال الزبناء، يعني يعني الشكل الميني يعني والسرعه وبنادم يفهمه. فخص بنادم يوجد واحد اللانشر اللي تفهم لاي واحد، الرجل بسيط او رجل ديال اللي او شخص عادي او شخص اللي كيفهم في هذا الدومين ديال الالكترونيك. يعني اللانشرات خصهم شويه ديال الخدمه، وما يكونش بلوكاج، ما يكونش توقفات، ما يعطيش دي زيرور بزاف، يعني حتى الا عطى غادي يعطي يعني اي حاجه راه ما كاملاش بطبيعه الحال، يعني على الاقل يعطي خطا واحد او جوج ديال الاخطاء ماشي مشكل، ولكن الاخطاء تكرر ديما او المشكل ديال البوت او المشكل ديال الاون، يعني خدمه خصها خدمه. داكشي علاش كنت قلت لكم راه اللانشر ديال الايرون والايرون برو والايرون بلس راه ما تخدم حتى دوز على داك الناس ديالهم، راه دوز واحد المده تقريبا 7 شهور وهما خدامين في اللانشرات. فغادي نوريكم كيفاش تتعاملوا مع الفيزيون ايدج. فهذا هو الميني اللي كيجي فيه بالاول، ملي غادي تدخل باش تفلاشي فكيعطيك على هذا الشكل، فتقدر ما تفهموش، فغادي تتعامل غير مع اربعه ديال الازرار، واحد جوج ثلاثه اربعه وخلاص. الا وحلتي وقع لك مشكل سير الاكزيت، هاهي هذه هي باش الا وقع لك مشكل خرج باكزيت باش تتفادى المشاكل. فاحنا غادي نجيو ندوزو اول فلاش للجهاز ديالنا، فهو هذا الشكل ديالو. فانت كتهبط كتجي الميديا، فهنا كتوقف على ميديا واختار اول، لان غادي يعطيك واش تقرا لي موفي ميوزيك بيكتشر، فانت غتوقف على اول. فانا ما غتوقف على اول كيقول لك واش الكارت ميموار، كتكون داير اليو اس بي. فانا اليو اس بي راني درتها من وراء الجهاز باش نوريها لكم، ها هي درتها من وراء الجهاز لان هي اللي فيها الفلاش. هذا الشيء كنهضر على اول مره، فغتبرك على اوكي. فهنا كيعطيك الاختيارات ديالك في داك الكارت ميموار. فاحنا غادي نمشيو نهبطو باش ندوزو الفلاش، فهو في جوج فلاشات، فاحنا غادي ندوزو هاد سفير. فهذا 389 وهذا 389، حنا غندوزو هذا، غندير اوكي، غندير هكا، وغادي يقول لك واش باغي دوز السوفتوير، كتقول له يس، فغادي تخليه، فغادي يدي شي شويه ديال الوقت، هو غادي يرو ديماري، وغادي يعطيك بحال الشكل ديال كما كيمرر الايرون او الايرون بلس او الويغو او الاجهزه الاخرى بحال الستارسات. فنفس التمرير ديال الفلاش. فهذا غادي يستغرق شويه ديال الوقت، فاحنا غادي نخليه وغادي نقطعوا انا في تال الفلاش، فانا نكملوا الهضره ديالنا عليه. فعلى ما يطلع النيت الفلاش ففيه 15 شهر ديال السيرفر ديال فوريفر برو، فيه 12 شهر ديال التطبيق ديال السمارت، فيه 12 شهر ديال السمارت الفوت، كي سيبورتي الاش 265. بطبيعه الحال هو الاندرويد قلت لكم فيه ناقص 7.1. الفوركي 4K يعني فيه الصيغه ديال 4000 وفيه الصيغه ديال 2160 بي.
الاي بي تو اوديو بطبيعه الحال الصوتيات، كيدعم الترجمه، الملتي ستريم، واي فاي انتيغري، وبطبيعه الحال كيدعم الشفرات ديال تاندبرغ والباور في والسيرفر ديال الكاشت. هنا غادي تعطل في البوت بطبيعه الحال حيت شويه كيتعطلوا في البوت، لان راه دوز الفلاش فغادي تعطل شويه في البوت. الديفو ديالو هو مقارنه مع الاخر نقص في التطبيقات، فالاخرين الا لاحظتوا التطبيقات زايدين فيهم فهو كمل، التطبيقات الاخرين زايدين فيهم. فالا جينا نقارنوه مع ستارسات اكس 1 والاكس 2 والاكس 7 ففيهم عامين في التطبيقات ومتنوعين في التطبيقات، ولكن الفيزيو اتش فيه تطبيق واحد. فهنا السوفت وير كما قلت لكم هو كيت الاخر كيعطي هذا الشكل. فانا غادي نختاروا اللغه وغادي نختاروا انا داير في التلفازه عاديه فبطبيعه الحال 1080 بي، ولكن الا كنتي انت كتستعمل التلفازه ديال 4K هنا غادي يعطيك 2160 وهنا غادي يعطيك 3180 اللي هي 4K. انت حاول تختار 3000 الا كنت عندك شي تلفازه مجهده، حاول تختار 2160 بي ولا 3160. هنا دغيا كندوزو هاد الحوايج هادو فكتمشي غير بهاد السهم هذا اللي هنا هنا، وكدوز ملف القنوات او غادي تبدل الميني. فلاحظتوا الميني كي داير ماشي بحال الاخر، هذا السفير. فغادي ندوزو ملف ديال القنوات هنا النت الا بغيتي دوز ملف القنوات بار نت، وهنا الا بغيتي دوز ملف القناه، هنا الا بغيتي دوز السوفتوير، وهنا الا بغيتي دوز ملف ديال القنوات. فاحنا غادي نمشيو ل اول فكتمشي للميديا، وغادي نمشيو ندوزو ملف ديال القنوات راني موجد. نديرو غاديش نختارو اول، حنا غنديرو خصو يدوز الملف ديال القنوات، غنديرو هادي وغنديرو ابديت. فهنا غادي يعطي هاهي السوفتوير داتا بايز، فغادي نختار داتا خاصني نخرج من هنا، كتختار ابديت وتبقى كتبارك عليها، وغادي نمشيو نختار الملف ديال القنوات. ملف القنوات انا داير جوج، داير واحد ديال يعني عربي وداير واحد يعني فرنسي انجليزي. ما عرفتش فين كاين هنا، راني مختارو وقيلا هو هنا بدايه. لا ماشي هو هذا، مش مني غلطش ليست شان. فهنا بطبيعه الحال فين كيكتب لك الصيغه ديال ملف ديال القنوات، فانا غير غادي نطيح في الاكس 7 هنا تقريبا نفس الملف ديال القنوات. شوف 200 شفين داير هنا الملف ديال القنوات. هنا غادي دير داتا بيز، تما غادي يحطلك خصو يحطو أو عاد حط. فمنين تجي اختار ما تختارش السوفتوير، اختار داتا بيز. فباش يختارلك هو هذا، هو هذا الإكس جوج فهو هذا، وغادي دوز ملف ديال القنوات. ملف القنوات دغيا كيدوز ونوريكم الأقمار اللي فيها، كاين واحد بالعربية قلتلكم واحد غادي ندير ساتيليت 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 ساتيليت. شي مرات كتخربق ديال الكوموند ما كتكونش حافظها فكتخربق. Thank you.
فالساتيليت والله ما لقيتها حتى قلت لي عاد القرعه تحت. فالساتيليت هي تحت السبعه، تحت الرقم ديال السبعه. ففيه النايلسات اليوتيلسات خمسه، لان ميتي ستريم هوت بيرد استرال بادر هادشي اللي فيه. بالنسبه لكيفاش انك تختار لي زابليكاسيون مع هادو، فهما اول كتجي انت كاين الاب كاين البلاي ستور ديالو، وطبيعة الحال كاين باش تبادل الملفات ما بينك وبين الاجهزه الاخرى اللي دايره ومكونيكتيها بنفس الكونيكسيون الاف تي بي كليون كنظن شرحتو. كاين الاوبن براوز داير تقريبا بحال فايرفوكس او بحال جوجل كروم. هنا باش تشوف داكشي اللي في اليو اس بي باش تانستالي التطبيقات البلاي ستور، تطبيق نتفليكس واليوتيوب، اليوتيوب ديالو جيده، ومجموعه ديال التطبيقات. ولا بغيتي تكونيكتي البورتابل ديالك مع الجهاز، وكاين دي ال ان او تقرا لي بيكتشر ولي ميوزيك. هذا بالنسبه للتطبيق ديال الابي بي. هنا باش تفلاشي هي تفلاشي عن طريق اليو اس بي او عن طريق الانترنت، فجوج ديال الحوايج. هذا المينيو الاول. هنا التطبيقات ديال الانترنت، فباش تكونيكتا هاد النيتورك هي تكونيكتا عن طريق اللان او عن طريق الويرلس، يعني عن طريق الواي فاي، فكتجي وكتختار الواي فاي ديالك، هي عن طريق 3G، عن طريق الفي بي ان، وكاين البلوتوث. كان واحد الاخ اتصل بيا قال لي على البلوتوث، فالبلوتوث خدام فيه ولا هو ولا الاكس 1 والاكس 2 والاكس 4 والاكس 7، فالبلوتوث خدام فيهم. يعني ما تخليش انفيزيبل، الا خليتي انفيزيبل ما غاديش يبان. هنا باش تقرا التصاور ولي فيديو، هنا باش دير واحد الشكل ديال باش تختار مثلا من الانترنت الشكل ديال الخلفيه، تختار شي تصويره، تقدر دير تصويرتك ديرها في اليو اس بي. هنا مجموعه ديال الاختيارات هاد اوفر، فالا جينا فباش تاكسي في السيرفر وباش كتوقف على السيرفر، كتوقف على هذا وكتمشي وكدير جوج وكيطلق. فانا ما غاديش نبينو لكم عارفين علاش. صافي اخوتي هادشي اللي كاين. الا بغيتي تزيد شي تطبيقات وحده اخرى فتقدر تزيد التطبيقات ديالك، فكاينه في داك كاينه في داك الاخر شنو كيقولوا الميني الثاني. فالميني الثاني الا عجبكم تقدروا تدوزوا بنفس الطريقه، كتجي الاي بدايت وكتدوز باليو اس بي وكتدوز كتدوز الفلاش ديال الميني الثاني، لانه هو فيه جوج فلاشات. فكاين الفلاش هنا فيزيون كليفر، فانا عندي مجموعه الفلاشات داكشي علاش كتدوز الفلاش ديال فيزيو ايد جا هو. فكاين جوج، كاين هذا وكاين هذا، هذا الكلاسيكي الاول اللي بدينا فيه في الاول، وهذا ديال هاد الثاني. انا كنفضل هاد الثاني احسن. صافي الخوت اي حاجه ما فهمتوهاش وهذا نقدر نشرحها الفيزيو ايدج، وراني عطيتكم الفروقات ما بين الفيزيو ايدج وما بين الاجهزه الاخرى ديال ستارسات اللي خوتو لا في السوفتوير ولا في الهاردوير لا في الهاردوير ولا في المكونات ديال الكارت مير. الاختلاف كاين غير في السوفتوير، والاختلاف كاين في الاندرويد. هذا فيه الاندرويد 7.2، الاخرين فيهم الاندرويد 8، الرام نفس الرام ونفس ستوكاج. الاختلاف الثاني وهو في التطبيقات، هذا فيه تطبيق واحد، الاخرين فيهم جوج ديال التطبيقات. تبارك الله عليكم.